أصدقائي أصدقائي، سنقدم لكم بعض الألغاز والأسئلة الجميلة والمفيدة أيضا. قبل أن نبدأ يا أصدقائي، سنطرح 10 ألغاز ونعطيك بعد كل لغز 10 ثواني للإجابة. فإن كانت إجابتك صحيحة فاحسب لك نقطة، وإن لم تكن صحيحة فلا تحسب شيئا. واكتب لنا بعد الفيديو كم حصلت من 10 نقاط ولكن بالضبط. جاهزون يا أصدقائي؟ هيا نبدأ. اللغز الأول: بيت ليس فيه جدران ولا حجرات. هيا يا أصدقائي. هل عرفتمونها؟ نعم، أنه بيت الشعر. اللغز الثاني: عندما تلسعك بعوضة كيف تتوصل أنها ذكر أم أنثى؟ هيا يا أصدقائي فكروا. أنثى البعوضة هي فقط التي تلدغ. اللغز الثالث: أكلت فلفل فتفلفل فمي، كم فاء في ذلك؟ هيا يا أصدقائي، إنها سهلة. هل علمتوها؟ لا يوجد أي فاء في كلمة ذلك، حقا إنها سهلة. اللغز الرابع: ما الذي تراه في الليل 3 مرات وفي النهار 1 واحدة؟ ما الذي تراه في الليل 3 مرات وفي النهار 1 واحدة؟ الإجابة هو حرف اللام. اللغز الخامس: ما الشيء الذي إذا غليته جمد؟ يعني ما الشيء الذي إذا وضعته على النار ثم غليته جمد؟ إنه البيض. إذا وضعته على النار ثم غليته في الماء تجمد. اللغز السادس: ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له أرجل؟ ما هو الشيء الذي يمشي ويقف وليس له أرجل؟ هيا يا أصدقاء، إنها الساعة. حظا موفقا إن شاء الله. جاهزون؟ ندخل على اللغز السابع: ما الشيء الذي يستحيل كسره؟ هيا يا أصدقاء. إنه المبتدأ الذي يبدأ في أول الجملة فإنه مرفوع بالضمة. حقا إنها سهلة. اللغز الخامس: ما هو الشيء الذي له 4 أرجل ولا يستطيع المشي؟ أكيد شيء جماد له 4 أرجل ولا يستطيع المشي، فما هو؟ نعم، إنه الكرسي. اللغز التاسع:
أين يقع البحر الذي ليس فيه ماء؟ بحر ليس فيه ماء، أين يوجد يا أصدقائي؟ فكروا. أكيد على الخريطة. أحسنتم يا أصدقائي. اللغز العاشر: يسير بلا رجلين ولا يدخل إلا في الأذنين، فما هو؟ شيء يسير بلا رجلين ولا يدخل إلا في الأذنين، فما هو؟ ما الشيء الذي يدخل في الأذنين؟ أحسنتم، نعم، إنه الصوت. يسير بلا رجلين ويدخل في الأذنين. انتهت الألغاز يا أصدقائي، ويريد تكتبوا النتيجة في التعليق. منتظرون إن شاء الله في ألغاز أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي الحلوين، يا رب دايما مبسوطين، بيت بابا وماما منورين. ورجعنا النهاردة بحدوتة جميلة وسلية ومفيدة، كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حضرتنا النهاردة بعنوان الدجاجة شلبية والثعلب. بتقول: كانت الدجاجة شلبية تعيش وحدها في مزرعة صغيرة، وقد زرعت فيها شعيرا وقمحا، وأخذت تزرع زرعها وتأكل منه. وفي يوم كان بارد جدا خرجت تنبش الأرض لتأكل، لكنها من شدة البرد لم تستطع النبش وعارض لحاجرتها الدافئة. فجاءت العصفورة وقالت لشلبية: أنت طيبة القلب يا شلبية، هل تسمحين لي يا شلبية أن أبقى بحاجرتك الدافئة في هذا اليوم البارد؟ وافقت شلبية على استضافة جارتها العصفورة. وفي أثناء حديثهما رأت شلبية طيفا بعيدا. شلبية: لم أتذكر أني وضعت بيضي هناك، ما هذا؟ إنه يتحرك وله أذنان طويلان وشوارب وكذلك أنف أحمر خلف رجلة، إنه أرنوب. أرنوب؟ أجل يا شلبية، أنا الأرنب أرنوب يا دجاجة يا طيبة، هل تسمحين لي أن أبقى بحضرتك الدافئة في حجر المزرعة؟ دفأ في حجري في المزرعة دخله الماء. شلبية: أنا شلبية طيرة القلب، دجاجة مهمة وخطيرة، والجميع يود أن يبقى بحضارة الدافئة. حسنا يا أرنوب، تفضل في حضارة الدافئة. بعد قليل أتى الكلب لكن يجري في قوة، ثم قال: من فضلك يا شلبية، بيت يسقط فيه الماء ولا أستطيع أن أبقى فيه، فهل تسمحين لي أن أمكث بحضارة الدافئة؟ شلبية بحزم: لا لا، إلا أنت فأنت كبير وعنيد، لن أسمح لك بالبقاء. صوصوت العصفورة وقالت: أنت دجاجة طيبة القلب يا شلبية، اسمح للكلب بالبقاء في حظيرتك. شلبية: وأنا دجاجة مهمة وخطيرة أقول لا. انصرف الكلب بائسا حزينا من حديث شلبية. وبعد وقت قصير أنبت شلبية أنبت شلبية نفسها قائلة: لم أكن طيبة القلب مع الكلب، ليتني سمحت لهم بالبقاء. فظهر فجأة ظهر من بعيد ما يشبه الكلب، اعتقد شلبية أنه الكلب، وأخذت تنادي: لك أيها الكلب الجميل، تعالى امكث معنا هنا في حاضرة الدافئة. وبعد أن اقترب بعض الشيء قالت شلبية: لكن لماذا صارت كسوتك برتقالية وصارك زيلا كزان؟ لم يبدو شكلك مختلفا كثيرا. وكان قد دخل الحظيرة، فإذا بي يضحك ويقول: أنا لست الكلب، أنا الثعلب المكار، وأنت محظوظة يا شلبية، فأنا شبعت وقد أكلت من الطعام الكثير في سلة القمامة، وسأعود لك لاحقا كي آكل لحمك اللذيذ. بدأ الجميع يملأه الخوف، وترددت شلبية: ليتني تركت الكلب يبقى معنا بالحظيرة ويحمينا، ليتني لم أطرده. أين أنت يا لاكي؟ أين أنت أيها الكلب؟ نحن نحتاجك
ونحتاج شجاعتك، أما ذلك الثعلب المكار؟ قال لها الأرنب: يجب أن نتصرف ونتعاون قبل عودة الثعلب، هيا يا شلبية نبحث عن الكلب ونحضره يبقى معنا. قالت: حسنا، سأذهب لبيت الكلب. جرت شلبية نحو بيت الكلب وأخذت تنادي وقالت: أعتذر لك كثيرا، هيا تجلس معنا في الحظيرة. الكلب بحزن: أنا كبير وعنيد. شلبية: الثعلب المكار يهددنا وسيأتي ليأكلنا، فهل ستتخلى عنا؟ فأنت كبير وقلبك أكبر. الكلب: لن أخذلك فأنت جارتي، وسآتي معكم نتعاون معا ضد الثعلب المكار. وعندما جاء الثعلب ليقترب وجد الكلب صوته الرنان: الثعلب، لقد تعاونت مع شلبية، لقد تعاونت شلبية مع الكلب وباقي الحيوانات ضدي لأجري وأنقذ حياتي من هذا الكلب. وبالفعل نجح تعامل الحيوانات في حمايتهم من خطر الثعلب المكار. وتوتا توتا خلصت الحدوتة.